قلبش يرفع، ايه ايه اللي حصل؟ اسمه أسد. مين اللي خربش الفهد؟ أسد الاسد خربش الفهد. طب وريني كده، انت رسمته يعني؟ وريني كده الاسد اللي خربش الفهد. وريني كده الاسد بقى، يعني ده الفهد ولا الاسد؟ هو ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايوه ايه ده؟ ده ده ايه؟ فهد. ده فهد. ما رسمتش اسد. انت رسمت الفهد بس اللي متخربش. عارف مين يعني الفهد نام والاسد نام، يعني الفهد في حد ودي الفهد عند القفص في حد شايف كان، بس ده الفهد طوله كبير طوله كبير. وفي عارف مين شاله؟ مين شال؟ راجل كده، يعني لما راجل كبير، راجل كتير، في راجل كتير. راجل كتير ولا رجالة كتير؟ رجالة كتير ولا راجل كتير؟ راجل كتير مشي، وكان عام ووديهم وادي الفهد عند ودي عند قفص الأسد. ايه ده؟ الراجل ودى الفهد عند قفص الأسد عشان يخربشه؟ لا، عشان هو عايز ينام عند، وقال عشان كده، عشان كان عايز يروح عند الأسد، كان الفهد كان عايز يروح عند القفص الأسد، يعني مش ها. بس كده عارف مين صحي الفهد؟ مين؟ الذئب. الذئب. عارف الذئب عمل ايه؟ الذئب كان بيقول عو، وبعدين بعدين ها الذئب بيقول كان بصوت بيخوف، عالي. كان بيخوف الفهد. الذئب كان بيخوف الفهد ولا بيخوف الأسد؟ يعني هو كان بيقول كده ليه؟ بيقول كيف الذئب كان بيقول بصوت عالي قوي، وسمع وفهد صحي من النوم، وبعدين عمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والأسد سمع صوت الفهد، وبعدين بعدين خربش الفهد ده؟ وخربشه ونط وخربشه ايه القصة المتوحشة دي؟ دي قصة متوحشة خالص. طيب احنا عموما يعني كفاية قصة كده، ونكمل في الحلقة القادمة. ايه تاني؟ فيها لسه شوية كمان؟ ها؟ وعارف ايه ايه تاني؟ فوق الفهد؟ مين ايه فوق الفهد؟ ايه اللي فوق الفهد ده؟ دي طائرة صغيرة ودي طائرة كبيرة أوي. وعارف ايه جوه الطائرة؟ ايه اللي جوه الطائرة دي؟ عارف جوه ايه؟ عارف فوق لا مش عارف. عارف ايه فوق الطائرة الصغيرة ايه؟ مش عارف ايه اللي فوق الطائرة الصغيرة. طائرة. طائرة تاني؟ رسمت طائرة فوقيها، ورسمت كل النقط، رسمت يعني واحد ده انت رسام بقى. دول بني ادمين يعني جوه الطائره ولا ايه دول؟ وكتير. ولا دول حيوانات اللي جوه الطائره؟ دول حيوانات ولا بني ادمين؟ لا، ايه اللي جوه الطائره دول؟ ناس. ناس؟
دي قصة، بقت كبيرة قوي كده، وطائرة وفهد وذئب وبتاع. طيب ايه رأيك نكمل في الحلقة القادمة؟ تابعونا، قول تابعونا، تابعونا إلى اللقاء.